السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في النشرة الرياضية. سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على لقاء الرفاع ونظيره الحالة في اللقاء الذي جمع بين فريقين على استاد البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى البحريني لكرة القدم. تقدم الحالة عبر اللاعب علي منير في الدقيقة 29 قبل أن يعادل اللاعب كوميل الأسود النتيجة للرفاع في الدقيقة 43، ليتقاسم بذلك الفريقان نقاط المباراة، حيث للحالة وصل رصيد الحالة للنقطة الثالثة من 3 تعادلات، بينما ارتفع رصيد الرفاع ل4 نقاط من فوز وتعادلين. في المقابل صعد الابسيتين لصدارة الترتيب العام للدوري بعد فوزه على الأهلي بهدف دون مقابل حمل إمضاء اللاعب عبد الله العجمي، ليرفع البسيتين رصيده إلى 7 نقاط معتليا الترتيب، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 3 نقاط بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي.